انت بقيت مخرج، هل انت دلوقتي لما بتغير الهات والبرنيطة وتبقى ممثل فقط، أكيد هنا بقى بتعمل يعني بتشيل قصة المخرج دي من دماغك؟ يعني أكيد أكيد، لأنه الإخراج هو طبعا وجهة نظر للعمل كامل لجميع الممثلين، وتكون عنده فكرة المخرج أكثر من الممثل، لأنه شايف العمل من كل الزوايا وعارف الرحلة الشخصية وشخصية كلها. طبعا أنا نحاول كظافر دايما أنه نكون فاهم الموضوع وفاهم الفكرة وفاهم الشخصيات ورحلتها، لكن في التصوير أكيد لازم نكون ممثل ولازم نكون يعني فاهم وجهة نظر المخرج اللي هو المسؤول عنها، ونحاول نقرب بأدائي لوجهة نظر الكاتب والمخرج في نفس الوقت. أكيد يكون في نقاش، أكيد في تبادل وجهة نظر، لكن في الآخر المخرج هو قائد العمل. يعني ايه اكتر جزء كان فيه نقاش بينكو، انك انت مثلا كنت شايف من وجهة نظر وهم كانوا شايفين هو من وجهة هو 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 نقاش صحي جدا، انه كمية يعني مشاعر اللي ممكن عند هاشم، هل لازم تبان كلها في مشاهد معينة ام لا؟ هل وهو خط رفيع، خط صغير جدا، فهذا الموضوع كان لازم في تداول مع المخرج ومع الكاتب، لانه فعليا هي رحلة طويلة، والرحلة لازم تكون مبنية بطريقة يعني بطريقة فيها في ناس يعني لطف يعني.